السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم عندي في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله كيفما كتشايفين دايرين الهريسه، هي نوع من البسبوسه. هنا كيسموها هريسه حيت كتكون يعني بحال يعني كتكون فراجيل، حساسه بالزربه، كتبالزربه. يمكن انا قلت هذا هو علاش سماوها هريسه. شوفوا كيفاش كتجي. كتجي بحال هكايا. ندخلوا نبداو الفيديو على بركه الله، نشوفوا المراحل ديالها والمقادير. اول حاجه غادي نبداو بها البنات هي غادي نديروا السيرو، كاس ديال السكر. انا هذا هو السيرو اللي كندير، كاين اللي كيدير جوج كيسان ديال السكر او كاس ونص ديال السكر مع جوج كيسان ديال الماء. انا غادي ندير كاس ديال السكر مع كاس ونص ديال الماء. غنحطهم على النار يغلاو، من بعد ملي كيبداو كيغلاو ما تحركوش البنات. هذه هي السيرو اللي كندير. ملي كيغلي تقريبا ديك 10 دقائق كتزيدوا عليه يعني قطع من الليمون الحامض، او انا ملي كاينس هذه كنطفيه بالماء الزهر. سيرتو اللي كنا غادي نديروا هذه البسبوسه ولا هذه الهريسه ديالهم كان كيعجبني بلوغو ديال الزهر، لهذا كندير في الاخر ملي كنطفي عليه مباشره كنزيد الزهر فيه. المهم اللي ما عندوش الزهر ممكن يدير قطع ديال الليمون. هنا كيعصروا الليمون اللي هو الحامض، كيعصروا عليه هكايا. كاين اللي كيحطوا هكا المرصوات ديال او دوائر ديال الحامض، سا ديبون كل واحد شنو كيدير. المهم انا غادي نحطو على النار، ومن بعد نجيو نكملوا الباقي الهريسه او البسبوسه. وما تيقولوا انا هريسه حتى تكون يعني حساسه بزاف وكل هزيتيها كتهرس. كاس نفس الكوب هو اللي كنعبر به المقادير من البدايه حتى الاخر. انا هنا درت 3 كيسان ديال السميد، السميد رقيق، وعندي هنا نص تقريبا قد هاد القياس ديال السكر او اقل شويه من الكوك، يعني غير شويه ماشي بزاف، زدتو لان كيعطي نكهه زوينه. عندي هنايا معلقه كبيره من بيكين باودر، غندير النواشف كلهم. وعندي هنايا ربع معلقه صغيره ديال بيكربونات الصوديوم، انا كيقولها البيكربونات. غادي نخلط هاد النواشف مزيان، وبطبيعه الحال دائما كنقول يعني واخا ما كنحطوش غير كنديروا الملح. كندوزو هنايا اول كنحطو السمنه. السمنه هنا البنات ماشي هي الزبده، الا بغيتو تكونوا انا كنديرها السمنه عندهم كنتوريتها لكم، هي هادي عندهم هي السمنه، كتكون بحال هكايا. باش دير لكم هاد السمنه عندي هنايا كيف ما كتشوفوا حتى غير دايبه ها هي الزبده، كنخليها فوق النار تتغلي مزيان. ملي كتغلي كنكبوها بشويه، انتم طفيو عليها نخليوها غير شويه، نكبو هذاك اللي كيبان غير سائل، ماده سائله، واللبن اللي كيبقى لتحت او الحليب ما كتزيدوش عليه، كتخلي كتكرم كتنشف مع راسها كتولي سمنه بحال هذه نفسها. بالنسبه اللي ما انا السمن ماشي هي السمن اللي عندنا حنا في المغرب، غادي نضيفو يعني هنا نص كاس ديال السمنه هنا حيت ما دايباش، اللي دايبه غتعطيك نص كاس. هنايا غنحاول نخلط بايديا باش نبسو مزيان السميد، ما غاديش نعجنو غير نبسوه، ما غاديش نعجنو. غتقولوا ممكن نديرو الزيت بدل السمنه، غنقول لكم اه ممكن، انا جربتها. قلت لكم شي اشياء يعني من ضمن الاشياء اللي سبحان الله
كيديروا فيها السمن ما كتجيش مع الزيت. انا جربتها بالزيت ما جاتنيش بحال هذيك الغوسيط ديال الهريسه، جاتني تقريبا ناشفه شويه بحال بسبوسه. غنبسوها كمزيان، دخلوا لبسوا السميده مع السمنه. صافي هنا نكونوا لبسناها مزيان، يعني بسسناها مزيان. هاد الاثناء هادي غادي نديرو السكر وغنديرو الزبادي، يعني كاس ديال الزبادي. وهنا عندنا اللبن اللي هو الحليب، باش يدوب لينا مزيان، لان هادشي ما غنحركوش مزيان، ما غنحركوش هاد الهريسه هادي، ما كتبقاش كتحركي فيها مزيان. لا، اي باش يدوب لينا السكر غادي نديروه هنايا ونحركو مزيان. انا درت هنا نورمالمون، يعني طبيعي هما كاس عامر ديال السكر، انا نقصت لان السيرو فيه السكر وكتكون بزاف مسكره 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 بزاف، ما نقولكمش يعني سكر زياده، هذاك الشيء انا كنقص من الحلاوه، كنقص من السكر. غادي نحركو هاد السكر مع اللبن حتى يذوب ونعضر، خلطو مزيان هكا كيكون. ممكن تضيفي اي نكهه، ممكن تضيفي الفانيليا، سكر فانيليا. انا غادي ندير الماء الزهر، الا عندكم راح الزهر ديروا غير شويه. هذا ماء الزهر، كتعجبني هذيك المذاق ديال ماء الزهر مع البسبوسه، صراحه كتخلي كيتواتى هذاك المذاق. غادي نضيفوا الزبادي. هنا كاين اللي كيدير بدل اللبن كيدير كلشي زبادي. هنا ماشي كنحركو غير كنخلطو، ماشي بحال الكيك غير كنخلطو او كنقلبوها باش تجي معكم، باش تجي مزيانه يعني تصدق معكم. غادي نحطو على جنب وغادي نجيبو المول اللي غادي نحطو فيها. المول او الصينيه كتكون بحال هادي، المول هذا الحجم هذا اللي غادي ندير 28. نوزعوها مزيان. هنا غادي ندير شويه ديال الماء الزهر اللي هو غادي يساعدني. كيديروا الماء، انا غندير الماء الزهر اللي كنت كان الماء الزهر كيتوطى بزاف. هنا هي صافي سالتها، انا غنبقى كان المهم بغيتو ديرو سكينه ديروها ماشي مشكل. ملي كتقطعو البنات كديرو اللوز، يعني اي مكسرات بغيتو ماشي مشكل. اللوز يعني حطيته في الماء مغلي حتى تحيد من القشر ديالو، خليته تنشف مزيان. صافي هنا غادي نزيدو لها شويه ديال
من فوق وشويه ديال السمنه صافي. حنا هكا ساليناها غندخلوها الفرن ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو نشوفوا الشكل النهائي ديال كتجي. غادي نسخيوها السيرو وهي باقا سخونه كيف ما قلت لكم. انا السيرو زدتلو من بعد ما طفيت عليه زدتليه الماء الزهر وهذا اختياري. ممكن ديروا الحامض او الليمون كي تيقولونا الليمون. هكايا حتى تشرب مزيان وتبرد، يعني تشرب مزيان السيرو او الشربات اللي درنا بس سقيناها. وديك الساعات ممكن ديك الساعات تقدموها او ممكن تصايبوها شويه بكري وتخليوها حتى العشيه وتقدموها كما بردت كتكون مزيانه. بعد ما بردت شي شويه غير شويه ما بردتش بزاف باقا سخونه غير قلت انا نكمل التصوير. هكا كتجي بحال هكايا صراحه كتجي زوينه وكتجي يعني رطبه وهشه هكا كتجي رطبه بزاف ومذاق زوين بزاف. وكتجربوها بالماء الزهر صراحه الماء الزهر كيعطي لها واحد اللوغو زوين 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 بزاف. هذا مكان نتمنى انه الوصفه ديال اليوم تعجبكم وجربوها كيف ديما وردوا لي في التعليق. وشكرا لكم، شكرا للدعم ديالكم وتشجيعاتكم ليا. ما تنساوش اللي مازال ما اشتركش يشترك ويضغط على زر الاشتراك باش يوصلو كل جديد ما عندي. ويوصلنا نهايه الفيديو وإلى فيديو واحد آخر كنقول لكم السلام عليكم.